خاصة لمهام مشروع تونيزيا مهمة واحد الذي يكون دليلا اليوم على النظرة الاستشرافية لهذا البنك الذي رهنها على مجمع شعبان في وقت كان فيه رهان على مثل هذه المشاريع يكاد يكون مستحيلا نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها البلاد غداء احتياف 14 جانفي 2011. سي احمد تذكر بالبدا الاجتماع اللي عملناه في بعد احداث 14 جانفي ان المركز التجاري تونيزيا مول واحد الذي فتح ابوابه للعموم في 12 ديسمبر 2015 ما كان ليرى النور لولا العلاقات الشراكه المتميزه التي جمعت بنك الامان مع مجمع شعبان والتي تجاوزت بكثير علاقة البنك المقرض بحليفه وقد أصبح المركز التجاري تونيزيا مول أهم قطب تجاري سياحي ثقافي وترفيهي في تونس بفضل ما يتوفر فيه من علامات تجارية عالمية انتصبت لأول مرة بتونس كما سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة فتح المركز التجاري تونيزيا مول 2 بضفاف البحيرة وتجدر الإشارة إلى أن بنك الأمان لم يكتفي بتمويل مجمع شعبان بل قام أيضا بتمويل حرفاء هذين المشروعين وهو ما ساهم في إنجاحهما وقد بلغت كلفة مشروع تونيزيا مول 1 90 مليون دينار كما بلغت جملة تمويل المحلات التجارية 40 مليون دينار وهو ما مكن من تشغيل 1000 عامل بصفة مباشرة يوم تونيزيا مول يخدم في حدود 1000 عامل هذايا معناها يتسمى في أحمد ديريكت أما بتونيزيا مول 2 فقد بلغت كلفة إنجازه 58 مليون دينار إضافة إلى أن تمويل المحلات التجارية نهزت 20 مليون دينار وسيمكن من خلق 500 فرصة عمل بصفة مباشرة معناها بين تونيزيا مول 1 وتونيزيا مول 2 يوما خدموا في 1500 عمل كما تولى مجمع شعبان إنجاز مشروع نسمة البحيرة وهو مشروع ضخم وفريد من نوعه متكون من مساحة دولية ونزل ذو 5 نجوم ومركز طبي واستشفائي من أرفع كرام وقد بلغت كلفة أكثر من 50 مليون دينار معناه أن هذه الاستثمارات الضخمة التي تناهز 250 مليون دينار ثلاثة المشاريع اليوم تكلفوا اليوم 250 مليون دينار في وضعية هي في وضعية صعبة ما كان لنا أن نحققها إلا بفضل الدعم الذي وجدناه من لدن بنك الأمان وهذا مش رمي ورود راه حقيقة مشكلة كتبته برا إذا تم تشييد هذه المركبات العملاقة في فترة قصيرة لم تتجاوز 3 سنوات بالنسبة لكل واحد منها حضرات السيدات والسادة إن مجمع شعبان مدين في إنجاز مشاريعه الضخمة لبنك الأمان وخاصة لهيئته المسيرة ولا يفوتني بهذه المناسبة أيضا توجيه أسمى عبارة الشكر إلى إطارات وعوام البنك الذي حرصوا ويحرصوا دائما على جودة الخدمات البنكية دونك هذه مش ربي ورود معناها هو حقيقة معناها أنا مش خاطر بيها أن بنك الأمان يشكل اليوم أحد أبرز المؤسسات البنكية التي تساهم في التنمية الاقتصادية الوطنية وذلك بدفع حركية الاستثمار والتشغيل وأن مجمع شعبان مثل ما عول على بنك الأمان في إنجاز مشاريع العملاقة فإنه سيواصل دعم شراكاته مع هذا البنك في إنجاز مشاريعه المستقبلية السكنية والتجارية والسياحية والثقافية والترفيهية والصحية وفي الختام
اسمحوا لي بالتوجه باسمى عبارات الشكر والتقدير للسيد رشيد بن يدو مؤسس هذا البنك الذي يعتبر من ابرز رواد الاقتصاد الوطني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.